بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حس أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي إن إحنا نحول الشكل الهاندريل اللي قدامنا ده لشكل منحني. طب نعمل الكلام ده إزاي؟ عن طريق أمر من أوامر الواي كيو أرش. جميع دروس الواي كيو أرش أنا هحط لكم رابط الدروس في أعلى يسار الشاشة من فوق، وكمان هحط لكم الرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف. الأمر اللي بتكلم عنه النهاردة الإختصار بتاعه تي إف، تمام؟ انا شرحت قبل كده الجزء اللي هو في النص ده اللي هو Object 2 Curve و2 Curves Transform و3 دي Curves Transform. التلاتة دول انا شرحتهم قبل كده. طيب انا النهاردة هشرح ايه؟ اشرح Perspective Transform، تمام؟ انا هدوس عليه عشان احدده وبعدين اقول له اوكي، واختار الترابزين بتاعي Select Objects اهو، وادوس بيمين الماوس Enter، وبعدين اختار الكيرف. انا عايزة اختار الكيرف ده كده اهو، واختار بعد كده المكان البوزيشن اللي هحط فيه الهاندريل، هحطه مثلا في المكان ده كده، وهاجي بعد كده ادوس بيمين الماوس انتر، على طول رسمهولي وعملهولي منحنى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب هنيجي تاني حاجه هنا، هنعمل على شكل الكيرف ده كده، هاجي اقول له برده تي اف واختاره، واختار الهاندريل بتاعنا، وبعدين اختار الكيرف، وبعدين احدد المكان بتاعه، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، عمله لي زي ما احنا شايفين كده. الامر زي ما احنا شايفين امر سهل وبسيط جدا، وبيساعدني ان انا احول ترابزين، اي ترابزين مرسوم مستقيم، لمنحنى زي ما احنا اتعلمنا. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.